مزمور 102. صلى المسكين لو تعب قوي وكب الشكوى بتاعته قدام الله. يا رب اسمع صلاتي ويدخل ليك الصريخ بتاعي، ما تغطيش وشك عني في يوم ضيقي، ميل ليا ودنك يوم من دهلك، استجيب ليا بسرعة، لان ايامي فنت في دخان وعظمي زي حطب نشفت، عدت عليا ريح حر زي العشب ونشف قلبي لحد ما نسيت اني اكل العيش بتاعي، من صوت التناهب بتاعي لزق عظمي في لحمي، بقيت اشبه بجعة صحراء، بقيت زي بومة الخرب، سهرت وبقيت زي عصفور لوحده على السطح، اليوم كله عيرني اعدائي اللي متغاظين مني حلفوا عليا، اكلت الرماد زي العيش ومزجت شربي بدموع بسبب زعلك وغضبك الشديد، لانك شلتني ورمتني، ايامي زي ظل مايل وانا زي العشب انشفت، اما انت يا رب فعلى طول قاعد ونفتكرك من جيل لجيل، انت تقوم وترحم صهيون لانه وقت الرحمه، لانه جيل ميعاد، لان عبيدك انبسطوا بالحجاره بتاعتها وحنوا لتربها، فتخاف الشعوب التانيه من اسم الرب وكل ملوك الارض من مجدك، لو بنى رب صهيون يتشاب بمجده، اتلفت لصلاة المضطر وما رفضش الدعاء بتاعهم، يتكتب ده للجيل التاني وشعب حيتخلق يسبح الرب لانه طل من علو قدسه، الرب من السما للارض بس عشان يسمع تأوه المأسور، عشان يسيب ولاد الموت، عشان يتكلموا في صهيون باسم الرب وبالتسبيح بتاعه في أورشليم، لما تتجمع الشعوب مع بعض والممالك عشان عبادة الرب. ضعف الطريق قوتي، أثر أيامي، أقول يا إلهي ما تمسكنيش في نص أيامي، على طول على طول سنينك، من زمان أسست الأرض والسما هي عمل إيديك، هي تفنى وإنت تفضل، وكلها زي توب بيدوب، زي لبس بتغيرهم فيتغيروا، وانت هو وسنينك ما تخلص، ولاد عبيدك يسكنوا والخلفة بتاعتهم تثبت قدامك.